السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله شكرا وبركاته. شكرا رفعة عبد الرازق على هذه التقديمة، يعني شكرا لحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعد رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من أهم التحديات التي تواجه أي مجتمع، إذ لا يخلو أي مجتمع من وجود نسبة لا يستهان بها من هذه الفئة، والذين أصيبوا بنوع أو أكثر من أنواع الإعاقة التي تقلل من قدرتهم على القيام بأدوارهم في المجتمع على الوجه المقبول مقارنة بالأشخاص العاديين، كما صاحب وجودهم تباينا في وجهات نظر المجتمع، حيث لاقت هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة الكثير من المعاملات التي اختلفت باختلاف فلسفة كل مجتمع، فتدرجت المعاملة مع هذه الفئة بدءا من القسوة ومحاولة التخلص منهم إلى الإشفاق عليهم والتوجه إلى رعايتهم تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بينهم وبين الأسوياء. ويتوقف نجاح وتربية ذوي الاحتياجات الخاصة على الكثير من العوامل، منها التمييز بين هذه الفئات المختلفة وسيكولوجية كل فئة ومتطلباتها. ومن هنا جاءت فكرة معجم منصة أريد في المصطلحات التربوية والنفسية لذوي الاحتياجات الخاصة كأحد المشروعات البحثية التي تنظمها منصة أريد الدولية للباحثين الناطقين باللغة العربية. تضمن المعجم أكثر من 1600 مصطلح باللغة الإنجليزية والعربية والفرنسية، وشارك فيها أكثر من 27 باحث كما أشار سعادة البروف. استمر العمل في هذا المعجم لعدة سنوات، يعني وعدة شهور طويلة، وذلك ضمان لجودته لغويا واصطلاحيا، ومراجعته مراجعة بصورة دقيقة. ويطيب لي في هذا المقام أن أتقدم بالامتنان والشكر الجزيل لكل من سعى وعمل جاهدا لجعل هذه الاحتفالية ممكنة ومشرفة، لكل من شارك في هذا المشروع المثمر، وأخص بالشكر سعادة الدكتور سيف السويدي المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة أريد على دعمه السخي وتوجيهاته القيمة في كل مرحلة من مراحل تطوير هذا المشروع. كما لا يسعني إلا أن أعبر عن امتناني العميق لسعادة الأستاذ الدكتور عبد الرازق مختار، رئيس الفريق ورئيس الهيئة الاستشارية العليا للمنصة، الذي كان العمود الفقري لهذا المشروع، وبتوجيهاته الحكيمة وتحفيزها المستمر لنا كان فعلا قائدا ملهما ومثالا يحتذى به، بدءا من تقسيم العمل وتوزيعه على أعضاء الفريق بصورة عادلة ومميزة. تم إنتاج العديد من المصطلحات، ويعني بدءا من الفكرة حتى خروج المعجم بهذه الصورة كمنتج ورق. ولا يمكنني أيضا أن أتجاهل جهود زملائي في الفريق وأن أشكرهم جميعا، كل باسمه ولقبه ومقامه، فكل واحد منكم كان له دورا كبيرا في إنجاز هذا المشروع، وبفضل تفانيكم وإخلاصكم نجحنا في تخطي التحديات وتحقيق النجاح المستحق. هذه الرحلة لم تكن سهلة، ولكن بفضل التعاون والقيادة الحكيمة والمثابرة استطعنا تجاوز كل التحديات التي واجهتنا، وأنا في الحقيقة فخورة بما قدمته معكم، وأتطلع إلى المزيد من المشروعات البحثية في المستقبل لصالح العلم وهذه المنصة الرائدة. شكرا لكم جميعا، وشكرا لكل من ساهم بأي شكل من الأشكال في هذا الإنجاز المثمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.